بيوتي باي ليلى عبيد. ليلى صارت جاهزه لحتى تعطينا نصايح لسبرينج سمر السنه اللي واصله، بلشنا بالصيفيه. بونجور ليلى. بونجور. هلا يعني انا بلاقي انه هلا يعني بعد ما كسرنا كثير برونزي بس بلشنا نربص نص كم ومفتح شوي. اي بس بعدنا لانه الشتويه لبس الشتوي بحلي ما كثير بنركض نعجل نلبس صيفي. في شيء هيك باللبس الشتوي بيعطي دفء، بيعطي جمال، بحلي الالوان لانها بتجي كثير قريبه من الوجه. ولكن السبرينج جاي كثير حلو، بدي اقول للكل انه في مفاجاه كثير حلوه للسبرينج. رح يكون عندنا ناتشرال رومانتيك، ولكن في شيء اسمه فيكتوريان لوك. الفيكتوريان يلي هو كان يوحي بالجمال الطبيعي، بالجمال يلي بخلينا نحس دائما. هلا صرت عم بطلع بحالي هيك عم بسرق نظر. هيدا المكياج الفيكتوريان يلي هو بنحس نيود ليبس، ولكن مثل كانه ما حطينا شيء، مثل كانه السماجد ميك اب، مش لدرجه يكون كلاوني. رح نبلش نشوف بالصور لحتى نتعرف على هاللوك يلي هابي لوك. منشوف الصورة على اليمين يلي هلأ السبرينج سامر لوك، ومنشوف الصورة يلي فيكتوريان انسبايرد رومانتيك ميك اب. منشوف هي زيتها كأنه زيت السيدة، كأنه زيت اليونج ليدي. هيدا هو لوك السنة. بدنا شعرنا يكون طبيعي، بدنا نحافظ على ناتشوراليتي، بده يكون الوجه محضر منيح، ما كتير نشمس بشرتنا، ما كتير في برونزاج، في جميل هيك عم يوحي على هيلثي سكين يلي هو كتير مهم. وبزيت وقت منشوف هلا من بعد ما نطلع اكثر على الصور، لانه منشوف انه الموضه السنه بتياب مونوكروم، يعني في لون واحد، لما بيجي هالرومانتيك تاتش الميك اب بحلي كتير وبخلينا انه نكون كان عم نقشع حالنا دائما فريش ودائما بيوتيفول. اتس اول اباوت ناتشرال فريش سوفت ميك اب، ولكن منشوف انه في تاتش اوف red in the lipstick. عم نشوف muted colors بس فيهم حياة، في freshness. وبزيت الوقت أنا إذا بطلع بهالصورة بشوف إنه ما في تحديد، ما في definition. عم نشوف الميك اب قد إيه عم بيكون fresh. الحاجب بعده شوي معلم. No makeup. بس no makeup. هيدي هي كأنه الكلمة. هو الشخص عاطل جلوب. Less is more. مثل ما كنا دايما نقول less is more. Yes, less is more. رح نروح بألوان عم نلاحظ هون قديش في ستيند ليبس. عم تطلع تشوف اللبس كانه هيك كانه مرقنا كريمي بلاش على الشفاف. نيود ليبس عم نشوف مثل الكونتور يلي عم بينعمل كونتور. مثل ما عم تشوفي مثل ما عم تشوفي تمك هلا، مثل ما عم تشوفي تمي، مثل ما عم تشوف بالتتواج هلا ليب بلاشينج يلي هلا اخذ رواج. يعني بقول لك بالنهار بعمل 5 تاتو ليب بلاشينج. الناس كثير بدها انه يكون تمها ناتشرال، ما بدها كثير بقى حمراء. لاحظي على الكاميرا ما بتحلينا الحمراء. طلع على اللبس رانيا، شوفي يور ليبس لما كنت تحطي حمراء، وشوفي هلا وذاوت ليبستيك قد ايه احلى. ولا مره بحط لا شوي صغيره، كنت تعتمدي شوي على روزي اكثر يلي شوي بنسل ليبستيك كنت تعتمدي، وهذا الشيء كنت دائما هيك عندك لوك خاص فيكي. بس هلا بتطلع بتشوفي هيدا شيء 90s بنشوفه بالستيند ليبس يلي بنشوف ما في كونتور. وبزيت الوقت شوفي شو فيها رويال، بس شو فيها فيمينيتي، شو فيها فريشنس، شو فيها. بتشوفي الايز، البينك ايز، الهايلايتنج، بتشوفي السنتر اوف ذا ليد دائما عم بيكون مضوى، وبيت اوف سباركل اندر ذا اي براوز. عم تلاحظي كيف الضوء تحت الحاجب يلي هو حلو كثير. وبذات الوقت عم تشوفي اندر ذا ايز، عم تشوف كمان سماتش، بس مش نوصل نزيد ونرجع نخفف دائما حتى ما نعطي كلاوني تاتش، لحتى ما ننزع الديفينيشن يلي نحن عم تكون مش موجوده، لانه بس نرجع نخفف بصير في ديفينيشن. ما ننتبه في طريقه لوضع هالنوع من المكياج. بنشوف بعد بالصور كيف بيتم وضع هذا الميك اب يلي. بس ليلى بالليل بنعتمد كمان نفس الميك اب والحمراء الملونه، الفوشيا الحمراء، الموف، بطلوا كثير ان حتى ولو ان انا من الناس ما بتخيل كثير فوشيا ليبستيك، ترو دروج
بحب هيدا الروج لما بنكون في ستيتمنت في ايفنت كبير لبسي اسود لبسي ابيض حطيت فوشيا واي نوت بس لما بدي اكون عم شوف حالي اني سبرينج رومانتيك تاتش بدي اكون دائما وخاصه لما صار عم نشوف المونوكروم من الشوز للجاكيت للتراوزر سوت يلي هو كتير بحلي ما بتحسي لوك شانيل كوكو شانيل بالماضي تراوزر سوت حاطيني كتير ميك اب لانه اتس مور ذا ماسكولين تاتش والماسكولين تاتش بيقول ليس ميك اب وهيدا الشيء اللي بخلينا نقول انه شو لازم نعمل لازم نكون عم ناخذ دائما عم نشوف هيدا الميك اب بنشوف اون ستارز حتى بتشوفي اتس ا براون بينكي لوك شوفي الشفاف بتشوفيهم نيود مثل ما سبق وقلنا سمجد ميك اب ما بدنا نسميه كتير سموكي منه سموكي لانه الشادوز عم تشتغل على انه يكون العين عندها مش فاضي الايز هيدا الميك اب يلي انا هلا عم بعمله هيدا الميك اب بيشبه الميك اب اللي عملت لي اليوم تاني صحيح زيت الميك اب اللي عملته تاني يعني بيلبق للاثنين الشقر والسمك للكل حتى للعينين فاتحين كتير حلو لانه موضه اللينسز وبعده مكمل بحلي كتير مع لينسز كمان بزيت الوقت اذا بتشوفي الميك اب يلي انا عملته اليوم كمان زيت الشيء ولكن بنشوف الحاجب بلش يكون شوي مبروم لانه هالنوع من الميك اب الفريش ميك اب ما كتير بيرحلو ستريت ما كتير بيرحلو كتير محدد بيرحلو شوي كيف اتجاه العين يكون طبيعي مثل ما عم نشوف بالصور وبزيت الوقت الفليك يلي كنا نشوفها بالايلاينر المحدده هي كمان سمجد ايلاينر يعني بيجي الشادو بفرشيه كتير محدده من مرقه لحتى تقدري تعطي بالشادو ايلاينر مثل ما عم نشوف بهيدا اللوك مثل ما عم تشوف تسريحتهم فيكتوريان يعني بفاجئ قد بيشبهوا صحيح هلا انا الفيكتوريان هير ستايل ما بحبه بحس انه سمر جايه حلو الفريش هير لوك اما الانسبريشن اوف فيكتوريان دائما في اديشنال اديتيف له الشعر يلي بيكون مشغول بهالطريقه يلي كنا نحبه بالماضي بالثمانينات قطع كان في مرحله كان موضه ولكن الايلاينر اي مصفصف وكان هيدي هالبرمه يعني اذا باخذ شعراتي وببرم بهالطريقه بتحسي انه دغري اعطيتي فيكتوريان يلي هو انك تكوني عم بس فيها تكون هيك ديميكو مهضومه بهالطريقه فيك تحطيها هيك يعني هيدا اللوك تتكوني شوي فيكتوريان مثل الصوره يعني واي نوت هلا انا كثير بحب الشعر الطبيعي بحب يعني الشعر يكون. الطويل ميسي بحب الشعر مثل ما عم نشوف في كثير رينبو كالرز السنه على الربيع يعني انا عملت هيدا التاتش يلي خففت من الشقر دائما بالصيف بغمق من جوا الروت وبعمل ريفرس هايلايت يعني بغمق بين الشعر لحتى يجي سبرينج يعطي كونتراست مع ألوانه يلي هي توب أكتر السنة من الكالرز ما كتير حنشوف كتير حالنا بفوشيا وجرين وبلو والألوان الباستيل يلي كنا نحنا نميل لها بهذا السيزن السيزن مكمل دايما كتشي موضة ولكن أنا إذا بتطلع وبقول أنه قديها الموضة حلوة قدي هالموضة بتحلي وبترجعنا نحافظ على الناتشوراليتي ونحافظ على بشرتنا لأنه لما بتكون الموضة هالقد سوفت ميك اب معناتها لازم نكون عم ننتبه على بشرتنا يلي بدها تعطي فريشنس يلي بدها تعطي جلو وهيدا هو الأساس ما لحقنا ناخد اتصالات المشاهدين بس بعد عنا دقيقة إذا بحبوا يتصلوا فينا على 0464 لكن لون الشعر كمان بده يتماشى مع لون الميك اب ليلى معناتها ما في كتير أشياء أوفر ما في شعر كتير قوي صحيح. ما في أسود كتير قوي يعني حتى ألواننا في ستيتمنت بالأشياء يلي منزيدها بالحلق اللي منحطه بالشوز اللي منلبسه بس الميك اب ما في ستيتمنت في ناتشوراليتي في فيمينينيتي في مثل ما قلت لأنه الموضة هي تراوزر سوت يعني في كتير هيك كلاسي ليدي يونغ فريش ومثل ما قلت لازم نحافظ على بشرتنا ما نسمرها كتير يكون في عنا هالألوان يلي شفتيني اليوم اتبعتها شوي ألوانك كمان
أكثر، وبزيت الوقت منتطلع بالشعر اللي أنا بتخيلك أنه بالصيف رح تتركي يطول أكثر، لأنه بيساعدك أكثر بكل الإيفنت، لأنه منحس حالنا هيك فريش وإيزي تو تايت بيعطوا لوك أب. هيك يس. أكثر بعد بتقليك. ثانك يو ليلى عبيد، أكيد بنشوفك بحلقات لحق بريك ومنرجع.